طبعا انت في يعني محطات كتير في حياتك، بس عايز اسالك بقى عن شنطه سفر. المحطه دي متهيألي كانت مهمه جدا في حياتك. جدا حقيقي. هي كانت اغنيه مهمه، اغنيه حلوه وفي وقتها، وانت عارف الفتره بتاعت الشباب كانوا ابتدوا يهاجروا كده. ايوه كانت فتره مؤثره في مصر كلها. يعني كل بيت تدخله ممكن تلاقي فيه شاب مسافر عشان الشغل يعني، صح، عشان اكل العيش. فالشاعره اللي كتبت الاغنيه كان اسمها فاطمه جعفر، هي اسكندرانيه زيي، وكتبتها عشان اخوها، هي كانت مرتبطه بيه قوي، هو سافر عشان يشتغل يعني، فكتبت شنطه سفر. وانا غنيتها، ابويا لحنها يعني، بالمناسبه كانتش بتاعتي في الاول. اصلا كانت بتاعت مغنيه يعني. وخدتيها برضه؟ واخدتها كل برضو. مره تعجبك اغنيه تشبطي فيها وتاخديها. شبطت فيها برضو. تاخد دايما الاغاني الحلوه انت اللي بتسمع. يعني دي نعمه. نعمه كبيره اكيد، ورزق في نفس الوقت. انا طبعا بشوف يعني ان هي بتبقى رزق. كويس ان هم بيرضوا يعني برضو لما بيشوفوا حد زيك هيغنيها. لا انا ما خدتش رايها، انا خدتها من ابويا على طول. مش محتاجه بقى خالص بتاع بابا يعني. بابا في البيت العيال. مش عم على الجوابات يعني. لكن باباكي ما قالكيش حاجه على طول يعني، لما عوزتيها كسف شويه طبعا، احرج طبعا من الست اللي كانت المفروض تغنيها. بس يعني في الاخر انا كنت بنتي اولى برضو يعني، متشبثه جدا يعني. قلت له دي فارقه معايا كتير قوي الاغنيه اللي انا عايزاها يعني. وغنيتها وحصلت فيها حاجه غريبه جدا. المنتج اللي كان عامل لي الشريط ده توفى قبل ما اصور الاغاني اصلا. احنا زمان كان فكره الكليب كانت لسه جديده، والاغنيه المصوره مهمه قوي، لانه الشريط لو نزل كده صح ساعتها يعني. برضو الكليبات كانت مهمه قوي. فكده ما بقاش في انتاج. الراجل كان استاذ عاطف طيب المخرج بتاع اللي اخرج الكليب. الكليب بالصدفة كان صديقي جدا أستاذ هشام سري، كان صور لي قبلها كذا حاجة، مدير تصوير العظيم طبعا، طبعاً أكيد طبعا حضرتك تعرفه. قال لي أنغام أنا عايز أعرفك على عاطف الطيب. طبعا أنا ما صدقتش، قلت له عاطف طيب؟ عاطف طيب؟ لسه ما فكرتيش لسه ساعتها إن هو اللي يعمل الكليب. هو قال لي أنا عايز أصور لك حاجة، هي الفكرة كانت فكرة هشام حقيقة. فقلت له يرضى؟ قال لي هو بيحبك، هو بيحب صوتك، خلينا نجرب. فطب ايه بقى في شريطك الجديد؟ فقلت له في اغنيه فيلم دي، هو يعني لو رضي يصور اصلا، يصور اغنيه يعني، انه يخرج كليب. مش هي ورده، الحكايه كانت فعلا فيلم صغير. فهو عجبته جدا لما سمعها. تقابلت معاه، قعدنا في مكتب هشام، وسمعته الاغنيه كده، حطيناها في الكاسيت وسمعها. قال لي ده فيلم، هو قال لي ده فيلم قصير زي ما انت قلت كده. قال لي انا شايف صوره للاغنيه دي. طبعا انا كنت حاسه ان يعني السما بتتفتح لي يعني. في حاجه كبيره بتحصل في حياتي. ومين اللي انتج الكليب ده؟ انت؟ انا. انا اللي انتجته. وكان معاكي فلوس ساعتها انت تعملي ده؟ مش الفلوس اللي طلبها. يعني هو طبعا طلب وقتها مبلغ كبير، مش لي، مش يعني غير اجره. الانتاج كان اربع ايام تصوير يعني. انت عارف يعني ايه اربع ايام تصوير؟ كتير طبعا. وكان طالب يعني معدات كتير وكذا لوكيشن، مش لوكيشن واحد. اغنيه طويله جدا، هي اصلا الاغنيه 8 دقائق، فدي في حد ذاتها طويله، اغنيه طويله. طب جبتي فلوسها منين الكليب ده؟ كان معايا جزء، ولما اتزنقت قوي بعت عربيتي. كان معايا عربيه كنت لسه جايباها جديد وبعتها بصراحه. يعني كنت لسه جايباها وبعتيها عشان تعملي كده؟ رجعتها زي ما كانت بشوكها. بعد الكليب جبتي عربيه احسن منها؟ جبت احسن منها الحمد لله. فالكليب كان متهيألي فتحه خير عليكي. مفيش شك، مفيش كبيره شك. يعني واحنا طبعا بنحب الكليب وليه ذكريات معانا كتير جدا. طارق وكان في النجم الكبير طارق لطفي اخونا، وحبيبنا. تحيه كبيره ليه يعني. طبعا تحيه كبيره. طبعا طبعا, طبعاً.